هذه المشاعر، عطني هذه الشموس، هذا إرث الأوائل، هذا أغلى الدروس. عطني هذه المشاعر، عطني هذه الشموس، هذا إرث الأوائل، هذا أغلى الدروس. هذا كنز التراث، هذا كنز التراث، هذا كنز التراث. الله عليك يا ولدي، رفعت راس أهلك. أنا وفيت وعدي، وانت قولك وفعلك مثل شمس التراب. من زمن يا بلادي، وانتي رمز الأصالة، كل جيل يعلم فنك أهل وعياله. من زمن يا بلادي، وانتي رمز الأصالة، كل جيل يعلم فنك أهل وعياله. وانتي نبع التراب، وانتي نبع التراب، وانتي نبع التراث. أمان يا مديونة فيك الحلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الهلا والغلا لكم جميعا، متابعين من مشاهدين وجماهير حاضرة معنا في القرية التراثية في حديقة القرم الطبيعية. نحن على الهواء في برنامج مسابقة أصالة ضمن فعاليات مهرجان مسقط لعام 2008. حي الله بالجميع، وحي الله أيضا بزملائي اللي شاركوني في التقديم، وجنبي ابتهال بهذا الزي الجميل القادم من الولاية اللي اليوم إن شاء الله راح تشاركنا. مرحبا فيك عبد الله، ويا هلا ومرحبا بكل مشاهدين الأعزاء والأوفياء دائما لبرنامج أصالة. ونحن كالمعتاد دائما على الوعد، ودائما نقدم لكم أصالة بلادنا من خلال هالساعة والربع اللي تجمعنا فيكم بشكل يومي من أيام مهرجان مسقط 2008. فيا هلا ومرحبا فيكم، حي الله بالجميع. نحن ننقل أعزائنا هذا الموروث الجميل من الآباء والأجداد إلى الأجيال الحاضرة عبر هذه المسابقة اللي تشارك فيها 23 ولاية من الأطفال والشباب. الآن نقلة إلى البحر وزميلنا الفنان محمد المخيني. مساك الله بالخير يا أبو مجيد. مساك الله بالنور أخوي أبو ناصر، وإحنا نبشركم الآن وصلنا في خور منباسة، وأشوف الجماعة أو الناخذ أمرهم بتنزيل الشراع، وبس ترجعوا لنا ان شاء الله. نزل شراع. جميل جدا، يعني انتم ما شاء الله رايحين تظلوا في منباسة في هذه الفتره ان شاء الله. والله على حسب الناخذ وتوجيهاته، ما نعرف، احنا راح نفيدكم ان شاء الله اول باول. حياكم الله اذا في مكانكم، وحيا الله ايضا بكل المتابعين. يا هلا المحبة وانت الحسن عنوان.
حياكم الله أعزنا المشاهدين. وقبل تقديم الولاية اللي تشاركنا هذا اليوم نستذكر الولاية اللي شاركتنا يوم أمس. طبعاً ابتهال الولاية اللي شاركتنا يوم أمس ولاية يعني كانت ولا أروع في مشاركتها، وأنا أتذكر منهم هذه التذكار اللي أعطوني إياه. أكيد عرفتي وعرفوا طبعاً المشاهدين. طبعاً بالأمس كانوا معنا ومنورين أهل ولاية صحم، وإحنا أكيد رح نحتفظ بهذا الشعار. لا شك أكيد رح نحتفظ فيه دائماً ويانا، ونشكرهم على تواجدهم ويانا بالأمس وعلى الفقرات المختلفة والمتنوعة والمفيدة يلي أكيد قدموها لنا في أصالة. شو رأيك نتذكر؟ نعم نتذكر ونقول لأهالي صحم شكراً على المشاركة، كانت مشاركة إيجابية وحلوة، وهذا تذكار لمشاركتكم في يوم أمس. خلونا نشوف. هل نور التراث، هل نور التراث، هل نور التراث. عطني هذه المشاعر، عطني هذه الشموس، هذا إرث الأوائل، هذا أغلى الدروس. عطني هذه المشاعر، عطني هذه الشموس، هذا إرث الأوائل، هذا أغلى الدروس. هذا كنز التراث، هذا كنز التراث، هذا كنز التراث. كنز التراث أعزائنا المشاهدين يأتينا اليوم من المنطقة الشرقية، من العروس الجميلة ولاية جعلان بني بو علي، من أصيلة، من الأشخرة، من كل المناطق الحلوة اللي لهم كل التحية والتقدير منا كعاملين في البرنامج، وأيضا من جمهورنا العزيز الحاضر معنا في المنطقة أو في القرية التراثية. المنطقة الشرقية منطقة جميلة، وهذه الولاية مزينة هذه المنطقة بالتأكيد. عبد الله هذه الولاية تمتاز دائما بأجواءها الجميلة، واللي يقصدها دائما السياح، مثل ما لاحظت عبد الله الجمهور كل اليوم مستانس ومتفاعل مع ولاية جعلان بني بو علي. وأنا طبعا في البداية لازم أوجه كلمة شكر لجمعية المرأة العمانية على هذا الثوب الجميل اللي قدموا لي إياه، واللي جعلتني أبدو بهذه الصورة الجميلة. إن شاء الله تعجبكم بالزي الجعلاني الجميل، فألف ألف شكر لكل أهالي. وبأرح أخص شوية الفتيات والنساء أكيد في جعلان بني بو علي، وأشكرهم على هذا الزي الجميل من جمعية المرأة العمانية. وأنا أيضا أشكر الرجال أنهم جابوا لي أيضا هذا المصر، وقالوا لي يا عبد الله لازم تلبس اليوم هذا المصر يعني لولاية جعلان بني بو علي. عموما ما رايحين احنا نوفي ولاية جعلان بني بو علي اي كلام نقوله عنها، لان هي اغلى ويعني اثمن من كل الكلمات. اعزائنا المشاهدين هذه الولاية اللي نقدر نقول عليها فيها نيابة الأشقرة اللي جوها دائما معتدل طوال فترة الصيف وايضا في الشتاء. خلونا نشوف شوي جعلان ونرجع لكم بعد شوي. Oh!
بني بوعلي ويا هلا مرحبا فيهم كلهم، رجالهم ونسائهم اطفالهم وشبابهم، يا هلا مرحبا فيكم معنا في اصاله. نحيي الان احدى فتيات ولايه جعلان بني بوعلي وهي مهيره بن سعيد العلوي، يا هلا مرحبا فيك معنا، وراح تقدم لنا الحين القصيده اللي راح تمثل الولايه. يا هلا مرحبا فيك مهيره وتفضلي. راح اقدم لكم قصيده بعنوان اهل الكرم. بعزف بعزف على انغام الوتر وعود الربابة للأصالة اللي تغنى بالشعب. يا هلا يا هلا بموروث ماضينا،
هلابه ماضي اجدادي اللي بروحي يدب قابوس وصى وقالها واعلن خطابه من صان موروث الاهل والله كسب قوله حكيم وكل شعب اقتدابه منظم وموزون وحروفه ذهب ومن جنوب الشرق لبيت الاجابه ومن جنوب الشرق لبيت الاجابه جيت بحروفي والحان الطرب من ارض جعلان شوقي جبر كابه بحلى انغام تصدرها الكتب يا ديار الخير يا ديار الخير حسين الرحابه وعهد رب البيت ووحدك بالقلب في شواطيك العقل فاقد صوابه من الاسخره لرويس ورمالك عجب وذي اصيله وسويح يا زهره بترابه من الاسخره لرويس ورمالك عجب يا ابو علي يا ابو علي يا دانه بلادي وشبابه قلعه حموده رمز به تنتسب تاريخك الماضي والحاضر ذهابه ومسجد الجامع تميز بالقبب ما نسيتنا الافلاج اللي تروي ترابه ولا نسينا القوس يوم انه يهب يبعد هموم العاشق ويمحي عذابه ويذوق الطعم الهنا بتوت وعنب وبالضيف حيا شهمها ما صك بابه اهل الكرم احنا بذكرام العرب ألف شكر لك يا مهيرة على مشاركتك معنا ويا هلا مرحبا بكل أهالي ولاية جعلان بني أبو علي خليكم مع أصالة ومع جعلان بني أبو علي أعزائي المشاهدين حياكم الله من جديد وحيا الله بولاية جعلان بني أبو علي اللي جايين اليوم من المنطقة الشرقية راح أستعرض معاكم الحرف القادمة من الأخوة الرجال من هذه الولاية ولكن قبل ذلك عندي هذا الشاب زايد بن من أنت اسمك؟ خميس محمد الغذيري يلا يا زايد وعنده قصيدة جميلة راح يسمعنا إياها تفضل أقدم لكم هذه القصيدة بعنوان مسقط 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 ديار المجد والجود أهدي لها أحلى العبارات متميزة والعالم مشهود يا عاصمة كل الثقافات متميزة والعالم مشهود يا عاصمة كل الثقافات للمهرجان اللنس وسعود أحيو تقاليد وعبارات للمهرجان اللنس وسعود أحيو تقاليد وعبارات زوارها واللي لفوا فواد وتباشروا بالاحتفالات زوارها واللي لفوا فواد وتباشروا بالاحتفالات في هالتطور راغي صعود في عمان واهل عمان بالذات ما دام قايدنا في الوجود هو سيدي راعي المهمات ويبقى لنا ونحنا له جنود يا ذخرنا في كل حزات هذا وتم الجيل منشود واختامها مني سلامات وسلمتوا شاعر زايد الغذيري بس مشكور يا زايد على هذه القصيدة الجميلة أعزانا سمحوا لي أنا أقوم شوية واستعرض هذه الحرف مشكور يا زايد قوم حياك الله روح شوف مكانك الجميل اللي جاي منه
وهذه المشاركة أول شيء أعزانا المشاهدين مع هذه الفضيات وصناعة الخناجر ومجموعة أخرى من الفضيات. مرحبا يا شباب. أيوة مرحبا. ياكم خبرونا شوي عن الصناعات الموجودة معاكم. هذه صناعة الفضة، هذه الحنحون يتكون من 11 قرش، وهذه الشلل تلبسها المرأة العمانية، يعني تلبسها هنا، وهذه الحيول تلبسها في رجلها، وهذه الخنايل تلبسها في هنا في اليد في المعصم. نعم. وهذه ايش عندك؟ احنا نشوف الاشياء الغريبه الحلوه. تلاحي ريال بالظهر، يلبسها في رقبته بعدين بالظهر ان شاء الله. ومجموعه قديمه ايضا من الخناجر، خنجر سعيدي من زمان، يعني مو رجال من زمان، خير قر سعيدي بعد 100 سنه هذه حافظينها معاكم، شيء حلو جميل. وهنا عندنا ميزان، وللميزان حكايه في ولايه جعلان. مرحبا. ايش توزنوا انتم؟ الحلوى؟ نوزن الحلوى يوم في التغاليف. يلا نشوف وزن، يلا ما خلينا نشوف. ما شاء الله والحلوى موجوده. يلا قص الحلوى ووزن عشان الناس والمشاهدين يشوفوك بسرعه لو سمحت. هذه الحلوى وراح يخليها في الميزان وبعدين يخليها في التغليفه كجانب تقليدي ايضا من هذه الولايه. شايفين سرج الخيول ومعدة الخيول، لأن ولاية جعلان بني أبو علي مشهورة بالخيل أيضا. مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله. أهم مكونات عدة الخيل اللي هو السرج والصريمة واليام واللمد وإيش هذا. ما زالت الخيل موجودة في ولاية جعلان؟ موجودة. نعم موجودة. نجي هني لزر الطبول وصناعتها. مرحبا يا شباب. كيف حالكم؟ رحماني ولا كاسر هذا؟ هذا كاسر. ايش اللي جاهز؟ يصيح؟ خلينا نسمع شويه، نسمع يلا شويه هي عاشو عشان نسمع اذا انتم صناع مهره ولا لا. عاش. صحة والعافية، احنا حبينا بس نسمع صوت هذه الطبول. مرحبا ابوي، حياك الله. هذه السعفيات وتنتقل من جيل الى جيل. ها ايش تسوي؟ هذه نصلح منها الحبل الليف. وانت ايش تسوي بالخوص هذا اللي موجود معاك؟ مشان مقدح. وانت ايضا سيب مقدح يتحول الى حبال. نعم. عموما سعفيات، ولكن كل ولايه تحاول تتميز. يعني شايفين هذا من سعف النخيل وعامل كرسي. مرحبا، كيف حالك؟ خذ منك وقت هذا الكرسي؟ كم اخذ منك؟ يومين، ثلاثة ايام. وجبته خصيصا عشان تراوي المشاهدين ومتابعي برنامج اصاله. مرحبا. غير الكرسي ايش تسوي؟ نسوي مرفع عشان نحط فيه الخدمه. غيره بس هذه الاشياء الحلوه، هذه اشياء عندك ايضا؟ ما شاء الله، انا شايف نماذج اشكال بيوت واشكال حلوه. هني ايضا صف الخوص وزبانه الدعن، لكن الغريبه شوفك وحدك. زفنه اصلا. وحدي يا عمو. ما شاء الله، كم دعن تزبن وحدك؟ يعني في اليوم 3 دعون. كم طول الدعن؟ هذه الدعن، وين الزفنه؟ يسمونها الزفنه. ايوه هذه الصغيره. صغير. ممكن تستخدم باب صغير للحوي يعني. ايوه الحوي، الباب الصغير. واذا الدعن حق المرأة هذه. حق السرطه، حق يعني فوق البيت. يعطيك الصحه والعافيه. هذه قلعه وهذه شعار، اعتقد انها شعار ولايه جعلان بن ابو علي اذا ما انا غلطان. ها؟ اكيد. هذه قلعه اولاد حموده. هي. ان شاء الله. وشامخه هناك، اللي حاب يشوف هذه القلعه يروح هذه الولايه الجميله. جانب بحري مع النجار. ايش من السفن هذه؟ هذا مركب. مركب ايش؟ مركب حال. عارف انه مركب بالبحر بس ما اليها اسم؟ البوم. بوم. وانت ايش تسوي؟ اسوي هالعمود على اساس ربط الحبل. يعني انت تصنع هذه النماذج الحلوه من السفن العمانيه. مرحبا، وهذه شباك، حياك الله. خبرني ايش مهنتك؟
الشارخ، صيد الشارخ والبياحة والعوم. يعني أكثر الأسماك الموجودة فين؟ بالأشخرة ولا وين؟ في كل الولاية ما شاء الله. وهني الطب الشعبي، كيف حالك أبوي؟ الحمد لله يسلمك. حلو أنه هذا تنتقل من جيل إلى جيل، وأيضا نشوف معك الميسم جاهز؟ نعم، عن الرسوم وعن عرق النسي وعرق الرايف والصفار. صفار والحجامة قلت لي بعد عندك، ها؟ الأعصاب، الحجامة عن الأعصاب، نسير أول شيء نمسحها من العصبة، وبعدين نسوي المحيامة ونشطبه ونشطب ونطلع منه. ما شايف عندك قرون، أنت عندك آلات حديثة. أيوة حديثة. نعم، عندك صحة والعافية. ننتقل الآن إحنا إلى المناداة، وشايفين معانا هنا المناداة على النبات وعلى التمر. السلام عليكم. وين يلا، ما اسمع خمسة ونص رجلي. هذا ابو دعني ثماني. عشرة ابو دعني قول. عشرة 11 12 13 13 14 16 18 20 21 21 22 23 يقول 24 25. متعودين تسوي المناداة كل يوم في جعلان؟ نعم نعم. على ايش ينادوا هناك اكثر؟ على التمور، على الطعام، وعلى الغنم، على الغنم وعلى النبات وعلى الحبال وعلى جميع الاشياء ينادي عليها. ما شاء الله. بايح بعد الربع ينادوه، والجد ينادوه. ما شاء الله. وجبه. الله يبارك. 30 ريال. عموما انا بترك هذه العاده الجميله واتجه الى النخله والمزارع. اصبر تريني شويه. السلام عليكم، كيف حالك؟ عشان بعد تجينا كاميرا. كيف صحتك؟ هلا وسهلا فيك. هاي سلمك، كيف صحتك؟ الحمد لله. حياك الله. وين رايح النخله؟ ايوه رايح تنبت ولا تحدر ولا ايش؟ رايح انبت. رايح تنبت. ما ادري وصلت هذا عندنا الكاميرا. عندك حبل الطلوع او الحابول؟ وهذا ايش، المجز ولا داس؟ هذا المجز. المجز تروح تنبت. يلا تفضل خلينا نشوف. وهذا المزارع راح ينبت ما شاء الله سريع على هذه النخله. احنا نخلنا هنا بالقريه التراثيه ما شاء الله وصلت هنا ووصلت. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش جايبين؟ جايبين شويه سماد عشان النخل. ما شاء الله في الثلج هذا. من مكان بعيد جايبيننا ولا من اي منطقه جايبيننا؟ جايبيننا من منطقه قعلان بني ابو علي. ادري من الولايه، بس اي منطقه؟ من ولايه نقريات. لا انت انا قعلان ما فيها مناطق هناك؟ ايوه فيها. اكثر اللي فيها المزارع هي اسمها منطقه الحيره. من الحيره. ايوه هذا سماد الحيره. ايوه وجايبينه هني في هذه المزرعه. عموما احنا بنستمتع بعد شوي ان شاء الله. انا بسير القريه البدويه وبنشوف بعض العادات الجميله، ولكن الحين نروح مع ابتهال اكيد محضره شيء لجماهيرنا الجميله الموجوده في المدرجات. اليك يا ابتهال. والحين مشاهدينا الأحبة راح نواصل معكم أسئلتنا ومسابقتنا الخاصة بمدرج النساء والعائلات. راح نبدأ وياهم مع أول سؤال. سمعتوا عن نيابة الأشخرة؟ أكيد من ما سمع عنها. أين تقع نيابة الأشخرة؟ وين؟ فعلا بني أبو علي. فعلا إجابتي الصحيحة، وتفضلي جائزة نقدية مقدمة من برنامج أصالة. حيوة تستاهل تحية. سؤالنا التالي، ايش هو السقم؟ السقم، ايش هو السقم؟ نشوف هالبنية، ايش هو السقم؟ دعن او العريش. ونحن عندنا موجود سقم في الاستوديو، وينه؟ لو تأشري لي عليه. العريش او السقم، العريش.
يعني المكان اللي هو اكيد يستخدم كمنام او مكان مرتفع للنوم قديما ونحن موجود عندنا، لو اشرتي عليه بعطيك جائزة. وين موجود؟ تحت. هذا اللي موجود هنا عندنا، الف مبروك، جائزتك مقدمة من فندق السلام. ايوه تستاهل تحية. راح ننتقل لمدرج النساء ونكمل لمسابقتنا من عندهم. مثل شعبي يستخدم دائما ويقول المثل ريال حاضر ريال حاضر غايب وريال غايب وريال غايب ريال حاضر وايش ريال ريال حاضر ولا عشر غايبين بس عشرة عشرة مية مية الحين بتعد لي أرقام كلهم ريال حاضر ولا ولكن 12 غايبين 1000 ولا 2000 ولا 3000 كم؟ لا 1000 حاضرة ولا 1000 غايب. فعلا إجابتك صحيحة وجائزتك مقدمة من فندق الجوهرة. 1000 مبروك. ريال حاضر ولا 1000 غايب. ونكمل مع مجموعة من الأسماء، راح أقول لكم مجموعة من الأسماء طيب، ولازم تقولوا لي هالأسماء تمثل إيش. عندنا الهريس والمقروش والمكبوس، ايش هما ايش هما؟ الهريس والمقروش والمكبوس اسماء لايش؟ ايش الحبوب اللي هناك؟ ايش ايش؟ تعالي هني، تعالي تحت يلا بسرعه عشان نسمع اجابتك. الهريس والمقروش والمكبوس هما ايش؟ اكلات، اكلات شعبيه. واجابتك صح ومبروك عليك، 30 ريال مقدمه من برنامج اصاله. ناخذ بعد سؤال على السريع وهو ايضا مثل من امثالنا الشعبيه. يوم مدحنا السنور سرق، وبعدين مدح السنور سرق والطوبق حترق، ولا يوم مدحنا السنور سرق ويوم مدحنا الطوبق حترق احترق. وان شاء الله الطوبق ما يحترق عندكم ابد، وهذه جائزه مقدمه من نور مجان عباره عن ساعه. تبون بعد سؤال؟ بعد سؤال؟ يلا سؤال اخير وعلى السريع. ايش معنى يرابي؟ يرابي الوحيده اللي اول وحده رفعت ايدها. ينظر ينظر يشوف يطالع. اجابتك صحيحه ومبروك عليك، جائزه مقدمه من سيفورا عباره عن مجموعه من مستحضرات التجميل اضافه الى جلسه تجميل. اذا مشاهدينا راح ننتقل لقسم اخر من برنامج اصاله، خليكم معنا ويا هلا ومرحبا باهالي جعلان بني وعلي، نحييهم.
يا سلام على هذه الأنوار أيضا الجميلة اللي تأتينا من خلف القرية الترادية. هذه كلها الأنوار لجميع زوار مهرجان مسقط، وأنوار المشاهدين وأيضا الحضور الكريم يزدانوا في هذا المكان. مساكم الله بالخير يا جماعة، حياكم الله. معنا مجموعة من الأسئلة والجوائز إن شاء الله. إيش هو شعار ولاية جعلان بني أبو علي؟ إيش هو شعارها؟ إيش هو شعارها؟ قلعة. قلعة إيش؟ قلعة قلعة إيش؟ سقيس. لا سلسلة. تعال تعال تعال، قلعة إيش؟ حمودة. الوادي حمودة. ما وادي حمودة. الحمودة. الحمودة. لا أولى. أولاد حمودة. أولاد حمودة. يا سلام عليك، 30 ريال عماني. وحيوا يا جماعة، إيش عين ما شافت؟ عين ما شافت؟ عين ما لامت. ما لامت. يا سلام عليكم. غششوا الإجابات، أنتم بيعرفوها. إيش معنى دعداع؟ يا سلام على الدعداع. قال اليوم دعداع لفاني. دعداع. إيش معنى دعداع؟ دعداع. دعداع دع بالذال. نسناس. نسناس اللي هو إيش؟ مهب. مهب اللي هو إيش؟ كوس. كوس. الكوس. الكوس اللي هو إيش؟ اسكت يا أخي، خليه هو يجاوب. صريح. 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 اللي هو إيش بعد؟ هو هو الهواء. هو البارد. هو أنت قلت. أنت قلت ثلاث. خلاص حبيبي جاوب 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 جاوب. مبروك عليك 30 ريال عماني مقدمة من برنامج أصالة. ما نسمع شيء؟ راشد سعيد محمد سنيدي. والنعم بسنيدي. وحيوه حيوه حيوه حيوه. اللي تقصه خوصه. اللي تقصه خوصه. اللي تقصه خوصه ما يبغى له ايش؟ اللي تقصه خوصه ما يبغى له ايش؟ خليها. ما يبغى له بساط. لا اللي تقصه خوصه ما يبغى له. سيف. لا ما سيف، اصغر من السيف. اصغر من السيف. لا 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 لا، اقعد مكانك حبيبي، اقعد مكانك. سكين. يا سلام عليك، 30 ريال عماني مقدم من برنامج أصالة. وحيوا يا جماعة، اللي ما تقصه خوصة ما يبغى له سكين. زين، نار السمر تخلي فيش رماد. رماد. وهذه إقامة، إقامة من فندق السلام بولاية البريمي. حيوا يا جماعة، حيوا حيوا حيوا. اللي يضرب عمره. لا اللي يضرب عمره ما يصيح او ما يبكي. ايضا هذه اقامة معانا من فندق الجوهرة بولاية البريمي. زين ايش هي؟ ايش هي الكشمة؟ واه انت لا لحظة لحظة تعال تعال لحظة 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 لحظة. ايش هي تعال 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 تعال. ايش هي الكشمة؟ نظارة. 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 وانت ايش لابس؟ لابس لابس كشمة. اعطونا 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 كشمة. لا والله ما كشمة. هذه ساعة مقدمة من نور مجان. اخر اخر سؤال معنا وبعدين بنرجع لكم. اخر سريع. متأهب تراك؟ متذهب ولا ما متذهب؟ ايش بتقول؟ اذا قلت لي شيء ما بعطيك سؤال. اذا قلت لي ميدان ولا شيء ايش تعرف؟ طابي اقول لك يقول صاحب الميدان ما بدكم العاب. لا 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 لا. ها ست حلق ست وانطل ست. وش حالة العين اللي انطلست؟ ما شاء طبيب يداويها. يا سلام عليك، وساعة مقدمة من نور مجان. عموما احنا والله صدقونا نسعد دائما بهذه الوجوه الطيبة وبتواجدكم معنا. راح نرجع لكم ان شاء الله اذا في وقت. حيوا الولاية اللي جاية معنا، ولاية جعلان بني ابو علي. حيوها يا جماعة. مديونه.
مرحبا أعزائي المشاهدين مرة ثانية. احنا طبعا في خور منباسة وصلنا ونزلوا بعض الأغراض وفاتتكم اليوم شغلة في منباسة ميغريشن ونتعرف على ميغريشن وعرف المشاهدين ايش ميغريشن. نعم طبعا احنا دخلنا منباسة الآن موجودين طارح الباورة في طارحين الباورة حلبت شراع حلبنا شراع وطرحنا الباورة ورفعنا العلم على أساس الميغريشن يجينا. فالحين جاء الميغريشن طبعا ورخصنا وعنده دكتور ياخذ فحص على بنوضح على العبريات. الميغريشن هو مثل أمير البحر في المكلة هنا بيسموه ميغريشن اللي بيعطي الإذن لتنزيل البضاعة. أما الدكتور اللي أول مرة نلاحظ في منباسة هذا إذا في أمراض معدية أو شيء تعرف بحار وكذا وبيرتب. طلعنا الحمد لله كلنا بخير في السفينة وما فينا باس وأعطاهم الإذن بتنزيل الأغراض أو الحمولة. نزلتوا إيش نأخذ ناصر؟ إحنا نلحق على بس التمر الآن لكن نزلوا بعض الأغراض. نعم نزلوا الصيد نزلوا اللخام نزلوا اللذاني اللي جايبينه المعنى الحين باقي تمر الفرض ينزلوا تمر الفرض طبعا الحين بينزلوه ومن من 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 ينزل طبعا بننزل كلنا بننزل البر. ونزلت واشوفكم العبريه بعد. نعم العبريه نعم اخذوا جوازاتهم وخلاص يعني بينزلوا الحين الان موجودين هنا الحين حد باقي منهم نعم الحين بتي ما شوه وبنزلهم فيه حد باقي من العبريه هنا اشوفهم ما بعض منهم ترى بيروحون زنجبار لكن بينزلوا بيطلعوا إلى ما نخلص الحمول وهذا وبعدين بنسافر بيسافروا معنا لأنه عندهم ترخيص بينزلوا. هذا اللي رايحين وين بالضبط اللي معانا بيروحوا سيدة بنفس الطريق؟ هلا بيروحوا زنجبار. زين أشوف ما شاء الله عم ناصر اليوم شيء بتكلم فيه وبعرف المشاهدين مختلفة من باسة أنا أول مرة أشوفه لكن الانطباع أشوف سفن ما شاء الله كثير يعني 100 وشيء. يا محمد أهني بقول لك من هني سفن ولادي عبد السليم الحين العثماني وسمحة وفتح الباري عندك هني خشب عيال عبد الله ود راشد عندك وتشيلة عندك عيال ود خاطر عيال السراي حتى أسماء خشب إذا بغيتني أحسب لك إياها حوالي 50 سفينة موجودات هني. لو قلت لي أشوف أكثر بصراحة وايد أشوف وتشوف هني شملهم في الميحب وشملهم في الفرضة مع شجات وفي بعض منهم في الميحب في بعض منهم في نتقالة وفي بعض منهم خازرين نتقالة وفي بعض منهم في العين ما تشوف هناك يدهنوها. لا شوف وايد كثير ما شاء الله. زين في سؤال. نعم أنا أشوف في كأن حتى من حيث العمارة من باسة نعم. كأنها تأخذ طبع من طبع الفرضة مسقط القديمة نعم. هذا من أثر إيش تحس فيه أو كيف خبرني؟ ولدي محمد هذه من باسة عبارة يعني قطعة من مسقط. تشوف البيوت أنت ما تشوف البيوت وتشوف هذا وهذا تشوف مسجد المنذري. يا سلام شوف أفق عن الفرضة هذاك مسجد المنذري هذاك مسجد المنذري. يا سلام يا سلام شوفه فوق أفق عن الفرضة طالع من هرته هذا مسجد المنذري. تأثر بالإمبراطورية العمانية ها؟ نعم هذا تأثر الإمبراطورية العمانية. ما أحس إني فارقت مسقط ما أحس أبدا وما كأنك في مسقط. أنت الحين تشوف الجماعة هناك يحسونك ويعرفوك شبه السفن وشوف دشاديش وتشوف الراس هناك عند الراس يسموه نسيت اسمه يعني يتجمعوا هناك النواخذة ويوم تدخل السفن يقول لك هذه سفينة فلان يوم دخلت يقول شوفوا عليهم تقدر تنهم عليهم أنت من السفينة. يا سلام ويأخذوا لك علوم من لا السفينة لا اليوم لأن الخور عميق وتدخل فيه داخل. يعتمدوا على السفن العمانية ينتظروكم في منباسة؟ نعم ينتظرونا على السفن العمانية مرة الحين هذيك فرضة مالح ليه نعم وكنعدة مالح مال كنعدة وحليه واللي ثاني هذه صوب ثاني وفرضا من اللي بتنزل فيه انت التمر هذه تمر الفرض غيره تمر هني يعني كذاك مكان ثاني وهذا مكان ثاني وهذاك الميحب الحين ما ببعيد الميحب الميحب قريب وهناك مسجد قريب الميحب مسماي مثل الراسي مسماي مسجد راسمين. زين الحين انت قلت لي في الطريق نعم قلت لي تقول لي احنا طفنا لامو نعم مع انك تقول لي تاخذوا من لامو اخشاب نعم. واحنا وصلنا من باسل نعم خبرني كيف الطريقه وكيف والله نحن الله يسلمك لما نجي
وندخل يعني من بازل، لأنك أنت شاحن عندك بضاعة ما بتمر لامو. لامو خور يعني مثل سيمبرانكا. نعم. هذا لامو خور خيران، وفيه أخشاب. طبعا هذه الأخشاب يعني بكثر هناك فيها، ومشي يعني سوق. أنت لازم عندك صيد، عندك تمر، عندك يعني عبرية، لازم تروح من بازل. يعني البيعة ما تكون في لامو. لا ما تكون في لامو، تعدها لامو تبيع في منباسة. وبعد ما يمشي اللامو يا محمد إلا الإنسان اللي متأخر يا آخر موسم. هذا اللي أريد أفهمه، أنت قلت لي إذا متأخر تروح من باسة تبيع وترد لامو وتأخذ خشب. نعم. طيب ليش نروح سيمبرانكا حنا تعب عمارنا بعد نروح هناك؟ خلنا نأخذ من لامو. لا لامو فيه هناك فيه إيش الميزة يعني بالخشب؟ فيه هذه فيه حطب منبورة، لكن هذا رأسها متين والرأس الثاني ضعيف. لأنه يطلع في الماء الحلو، الماء البحر مختلط وضعيف، وما يأخذوه هناك. يعني مش جودة مثل اللي بسمبرانجا. سمبرانجا هناك في الماي الحلو داخل النهر. نعم. وماي حلو ويصير لك قوي، يعني ما يهم يتم 200 سنة 250 سنة ما مشكلة يعني. يعني أنتوا تغامروا لسمبرانجا والهواي اللي فيكم والنهر والكلام، راح نوصل بنشوف. أنا أسمع بصراحة. نعم. وعشان تجيبوا الجودة من الخشب. نعم. مع لامو لا معروف. انت يا محمد انت الحين يوم بتمشي في الدول الخليج. نعم. اي بلد بيقول لك انت من هين الحطب اللي نعم. بيطلعوا داخل ذاك سموه السفينه. نعم. وبيشوفوا الحطب، هذا الحطب ما بمال سيمبرانجا، بيعطوك سعر نص زهيد زهيد مره. نعم. معروف مال لامو. وترى قلت لك ما يمشي اللامو غير لما يلف لما يلحق الموسم، ما يلحق زنجبار. وما يروح، ما يقدر يمشي الى شو اسمه هذه سمبرانجا. نعم. طيب الان احنا طريقنا احنا في منباسة. وين بتعزمنا انت؟ العاده تكرمنا. نعم. ابى اشوف منباسة، اشوفني خلاص. انا كني دخلت مسقط او شيء من معالم مسقط. نعم. يعني شيء من عمان. وين بتمشينا اليوم؟ والله بمشيك خاصه واشوف الدشاديش واشوف العرب زايدين. بتشوف سالم رود. سالم رود. سالم رود، تعرف هي سالم رود؟ عارف اجوى الرود. هذا شارع باسمه، لان العماير كلها هذا من آل من آل من آل ابو سعيد. الله الله. هذا سالم من آل سعيد. حلو. هذا يملك هذيك العماير اللي في الشارع كله على كبره، وسموه الشارع باسمه. عمي. نعم. اباك تخبرني في حواير مسمايه ولا قرى كذا ولا مساجد ولا شيء من عمان؟ ابا هذا عندك مسجد المندري. قلت لك على راسي في شيء هذا مرت حد الفرضه من المعالم. بعرف والله في اشياء. عندك المتحف هذا الكبير. نعم. هذا متحف على الحين عود فيه يعني كل الاشياء اللي في عمان موجوده. يا سلام. حتى انا سمعت هذا السواح اللي يجوا هناك بيقول لك يوم تدخل هذا المتحف حتى ما يحتاج تمشي تشوف. لا لا ضروري اشوف. الله يخليك. ضروري. هلا هلا شوف. وان شاء الله يعني هذا المتحف بيكون يعني بتزور انت. نعم. وبتمشي فيه. نعم. وبتاخذ فكره جيده. لا اكيد بتشوف الاشياء اللي موجوده في متحف عمان موجوده. لا جزاك الله خير. لا بننزل وبنشوف وبنطمن المشاهدين ان شاء الله شو شفنا. يا مرحبا. اعزائي المشاهدين راجعين لكم ان شاء الله وتحياتي. فكم يا بحر للشطان جئناها، ودعنا الأحبة في الجوار، وغنينا لعودتهم نشيدا تردده ربابنة البحار. يا ملك الصواريخ، ويا وطن النوارس والبحار، ويا قلبا له النهام يا حي الله بالجميع. الآن أعزائنا احنا وصلنا إلى هذا الجانب واللي تجسد فيه جانب من العادات والتقاليد اليومية من ولاية جعلان بني أبو علي. عندنا أول العرسية. ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما فيك يا حي الله. يحييك. إيش يضرب الحين العرسية؟ أيوة. كيف 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 يعني كيف طريقتها؟ كانت مدفونة هي ولا كيف؟ لا نفوح نخلي الماء يحر، ثم نكفيه نحط في اللحم لين يفوح، ونصفي الأرز ونحط. يعني أبي أعرف المدة اللي تستغرقها العرسية كم؟ حوالي ساعتين. ساعتين. يلا جاهزة الحين ولا بعدها؟
غرف غرف شويه غرف شويه، خلينا نشوف غرف غرف بالمغرف عشان المشاهدين يشوفوا. يب الصحن يب الصحن، يلا يلا غرف العرسيه. والعرسيه اعزائنا المشاهدين هي من الاكلات الشعبيه الموجوده في السلطنه وتستعمل دائما ايام الاعياد وايام المناسبات. امسك عنا القدم او المضرب، هذا يسمونه المضرب ولا هيش معكاس؟ معكاس معكاس، ايوه معكاس الهريس ومعكاس العرسيه. نعم عموما هذا العرسيه بالهنا والشفاء للمشاهدين، وهني شايفين هذه المضبي اعتقد، ها نعم على طريقه اهالي ولايتكم يعملوه على الحصى. نعم بالطبع، يعني ممكن اي لحم، لحم الغنم، لحم البقر، لحم الجمال. ايوه ايوه. كيف وين تجيبوها؟ يعني كيف يعمل؟ هل كل حصى يصلح ولا في حصى؟ بس الحصى يعني يكون نعيم مستقيم. هذا اللي فقط يعني يصلح. يصلح. عموما كيف جاهز ولا بعده؟ جاهز اشوف غرف الصينيه؟ اساسا احنا اليوم ننفذ كله على الواقع ويشوفوه المشاهدين. اذا هذا المضبي وهو اللحم المشوي او اللحم يعني الموجود على يعني على التنور او على الحصى. اذوق ان شاء الله بشيلها معاي وانا بسير اشوف الجانب البدوي، زين؟ يلا يعطيكم الصحة والعافية. وهذا الجانب البدوي اللي تمثل فيه بعض العادات والتقاليد اليومية. السلام عليكم، حياكم الله. خلاص ذوق انت معي. لا شوية 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 شوية، خذ امسك شوية. ايوه خبرونا شوية عن مهنتكم، خبرونا. انا ما اطبوش. زانة طبوش؟ شو من زانة زين؟ ها؟ ايش من الزانة؟ لا ما اطبوش. ادري، هل هو خطام ولا بطان ولا حلقة ولا غرضة ولا هيش؟ لا زانة ما تبوش الحال. وانت نفس الشيء. هذا شو هذا؟ عنده غرض وعنده زانة. قلت لك تراني غرضة ولا زانة؟ زانة ولا زانات ولا غرض. ما شاء الله عليكم، وانا شايف هني بعد. خلاص ولا يهمك، حاضرين. ها من بياخذ معي؟ خذ بدل عش. وهذا شو؟ انتو شو تسوي؟ يديله. يديله حق البوش بعد؟ حق البوش ولا حق ربطة الراس؟ كله كله. بس شايفينها يديله زرقاء هاي. عادي نوع نوع نوع، يعني في 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 زرقاء في سوداء. ما شاء الله. وهني ونة جميلة والتمر موجود وتلال القهوة ما شاء الله زايد هني. ون يالس ها؟ نعم يعمل الونة. شو تلال جاهزة ولا لا؟ جاهزة. شو بس قهوة هذه؟ قهوة. شو بتلال هذه تعرفن؟ تعرف اي من الحصى. من الحصى. وهذه؟ هذه مسلي. والثانية؟ اي من الحصى وهي من مسلي. ما شاء الله. وانتو شو تسوون؟ تغزلون ها؟ ها؟ غزل شعر. غزل شعر. من علمكم هذا المهنة؟ داننا وابانا. ما شاء الله. احنا اذا بنترك هذا المكان بعد شويه وبنتجه ايضا الى هذا البيت الجميل البدوي اللي عاملينه ما شاء الله، وفي اشياء كثير حلوه يعني معلقه، يعني مثل ما نقول احنا كذا اكسسوارات جميله جدا واضحه معاكم اعزائنا المشاهدين على الشاشه، ومعمول من نفس الشجر اللي معمول هناك في جعلان بني ابو علي. هذه حظيره ايضا لتربيه الاغنام، كان مجسم بسيط موجود هنا في على يعني الولاية. ها ايش بتقول؟ هذه زريبة الغنم. انا قلت كذا. يعطيكم الصحة والعافية اعزائنا المشاهدين، ننتقل الى فقرة اخرى من الفقرات الجميلة اللي جايتنا اليوم من ولاية جعلان بني بو علي، حياهم الله.
يا هلا ومرحبا مشاهدينا الكرام. طبعا كالعاده انا موجوده في الاسواق الحرفيه العالميه، واليوم مثل ما تشوفون لابسه زي التركي راح اخذكم جوله في الجناح التركي. طبعا هو جناح مختلف، تعالوا معنا. جمعت الحرف اليدوية التقليدية التركية بين خصائصها وخصائص الحضارات المختلفة التي عاشت في منطقة الأناضول منذ آلاف السنين. وتشتهر تركيا بصناعة السجاد ونسج الأقمشة وأغطية الرأس التقليدية للسيدات والآلات الموسيقية، إلا أنها اكتفت بالمشاركة في مهرجان مسقط بالأعمال التقليدية القديمة والمجسمات والنقوش الزجاجية والنقش على الخشب والطبع الإسلامية. إذن مشاهدين الحين معانا الأخ مؤمن رئيس جناح التركي، ممكن تعطينا فكرة عامة عن الجناح؟ طبعا الجناح التركي السنة هاي مشارك مهرجان مسقط عبارة عن معرض للفنون التقليدية التركية. طبعا الفنانين هم جوفانج كوفان ونورسان جوفان، هم فنانين يعني مشهورين كثير كنقاشين وبأعمالهم الحرفية مشهورين. طبعا هم مشاركين بأعمال مختلفة، منها أعمال النقش على بلاط إذنك اللي هو بلاط خاص متوفر بس موجود في تركيا، في الأعمال الزجاجية الرسم على الزجاج والنقش على الزجاج، الأعمال الزخرفة وأعمال الخط العربي الأصيل اللي ذو الطبعة الإسلامية. والحين مشاهدينا صار وقت مجموعة من الحرف النسائية القديمة إلينا من جعلان بني بو علي، وراح نبدأ جولتنا مع خض اللبن. طبعا كالمعتاد عندنا خض اللبن موجود هني من الحرف النسائية، وأيضا عندنا هني مجموعة من الأدوية الشعبية اللي تستخدم دائما في ولاية جعلان بني بو علي. هني موجودة عندنا الأدوية الشعبية، عندنا هني طريقة صنع المحلب. عندك محلب هذا؟ ايوه. معك ايش بعد؟ عندك شيء ثاني؟ عندي الصفرة. ايش تستخدم؟ صفرة تستخدم بعلاج الاطفال عن السكع. شكرا لك. شو عندنا هني من بعد ما شفنا صناعة المحلب؟ عندنا هناك اعداد البخور او الدخون كما يسمى في بعض ولايات السلطنة. مثل ما انتم شايفين الفتيات ما شاء الله، فتيات ولاية جعلان بني بو علي قاعدين يجتهدوا على اساس انهم دائما يحافظوا على تراثهم وعلى عراقة واصالة اكيد الحرف النسائية. عندنا هني خبروني شو قاعدين تسوون؟ نسوي القيطان اللي يستخدمونه مهاتنا في لما يسوون الفريق في القبعه. وهذيل ايش يسموه؟ هذيل في طريق منين يسووا المثمون والطلقي والمثمون. شكرا لك، وراح نشوف اكيد النتيجه النهائيه من طبعا من بعد الحلقه ونهايه الحلقه. عندنا هنا ايضا مجموعه من السعفيات وصناعات السعفيه. عندنا هنا الحبال. شو قاعد تصنعين غير الحبال؟ بس حبال تصنعي من الليف ومن السر. وايش هني عندنا؟ هني عندنا الليف اول بدايه نجيب من البلاد ونوزقه في المي، وبعدين واسيب الحبال. بعد والحبال تستخدم في عده في بناء في ربط الحبال مع طبعا الحبال اكيد جدا مهمه بالعديد من الاستخدامات. شكرا لك. وهني عندنا خياطة مجموعة من الثياب النسائية الخاصة بفتيات ونساء جعلان بني بو علي. مثل ما انتم شايفين طريقة خياطتها وتطريزها الجميلة بألوانها الزاهية والبهية. هني عندنا مجموعة من الأكلات الشعبية، طبعا راح تكون هذه آخر وقفة لنا مع الأكلات الشعبية. خلينا نقعد وتعرفينا على الأكلات. شو اسمك؟ صالح عايق مبارك السنيني. خبرينا ايش اهم وابرز الاكلات اللي موجوده عندكم في جعلان بني بو علي؟ هذه اسمها عصيده وتستعمل للمراه الوالده. طيب اذا احنا راح نضيف شوي عند فتيات جعلان بني بو علي ونكمل معاكم اصاله، فخليكم ويانا. أعزائنا الكرام، راح نكرم ثلاثة من أبناء ولاية جعلان بني بو علي، وشايفين بدر ما شاء الله هذا الطفل الصغير وقف على هذه الخيل. حياك الله يا بدر، وإن شاء الله تكون فارس إن شاء الله. قول آمين. حبيبي والله.
ناصر بن سالم العمري في فن الرزحة. أنت ناصر مبروك 50 ريال وأجمل تحية لك. أشواق بن غريب العلوي في الطب الشعبي تفضلي، وعبد الله بن حمد البهلولي في الأكلات الشعبية تفضل. شكرا جزيلا. عموما أعزانا ما بقى إلا الختام الآن، وهناك عادل أيضا العلوي راح يسمعنا فن. أعزانا المشاهدين شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا. بكرة إن شاء الله راح تشرفنا ولاية جميلة من ولايات السلطنة، وهي ولاية لواء الحبيبة من منطقة الباطنة. تقبلوا التحيات من جميع زملائي، وهذه تحيات المخرج محمد وقاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا. I'm not your enemy.